السلام عليكم، حبيكم معايا فيديو جديد. اليوم غنشارك معكم خبز يومي اللي كنديروه يوميا، هذا ضروري يكون في الدار. غنشارك معكم الخبز بطريقتي انا، كيبقى يومين وما كيتفرتش. غنعطيكم السر اللي كندير الخبز باش يبقى يومين وما يتفرتش، واخا نديرو في الثلاجه كنسخنو كيرجع كما هو. وغادي نشارك معكم الفران ديالي فاش كنطيب الخبز، وتبعوا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا معايا الطريقه. الناس اللي كيشوفوا القناه لاول مره ما تنساوش لايك وتابوناو في القناه وتشجعوني وتبارطاجيو الفيديو. يلا خليتكم مع الفيديو وطريقه التحضير. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم غنشارك معكم خبز اليومي اللي كنستعمله يوميا، كيجي مفشفش، كيجي زوين بزاف، كيجي رطب، وفي نفس الوقت واخا يبات ما كيتفرتش. عنده جوج ديال الاسرار اللي غادي نعطيكم باش الخبز عندكم يبقى فتي وخايبات ما يتفرتش. بقاو معايا شوفوا معايا الطريقه باش كنحضر الخبز اليومي. اول حاجه هنا عندي جوج جبانيات ديال الفينو، يمكن لكم تعودوهم الدقيق الكامل. انا حطيت لكم الخبز ديال الدقيق الكامل، حطيت لكم ديال البلبوله، راه كاين في القناه. الدقيقه تبقى على حسب الكميه اللي بغيتو تعجنوها نتوما. هنا عندي جوج زلايف ديال الدقيق الفينو او الدقيق الممتاز، وعندي ثلاثه ديال الفورص. هادشي اللي غادي نحتاج بالنسبه للدقيق. اول حاجه غادي ناخذ شي حاجه اللي غادي نعجن فيها، كيعجبني نعجن في هاد البانيو هذا. غادي نخوي هنايا الدقيق اللي كيكون مغربل من قبل، ضروري تغربلوه. وهنايا غادي ندير الملحه. بالنسبه للملحه ما كتخلطوهاش مع الخميره، كنديرها هنا بوحدها. غادي نزيد الخميره الفوريه، غادي ندير معلقه ونص. انا الحل بارد شويه. وغادي ندير هنايا واحد شويه ديال السكر السنيده، الا كان العسل تعوضوا بالعسل، اللي عندها العسل دير العسل. والسر باش الخبز عندكم يبات وما يتفرتش يبقى كما هو، كديروا الزيت، كديروا واحد معلقه كبيره ديال الزيت. هكا واخا يبات الخبز ما غاديش يتفرتش، غيبقى فتي. وثاني حاجه بالنسبه باش الخبز يجي طالع ومنفوخ وكيجي هشيش، كديروا معلقه ديال الخل. هانتوما معلقه ديال الخل، صافي. وغادي نعجنو بالماء دافي، وغنجمع العجينه ديالي بالماء دافي. صافي، هنا كما كتشوفوا راه درت كلشي عشوائيا الا الملحه، هي بوحدها اللي خليتها لتحت من الدقيق. صافي، وغادي نخلط بالماء. الماء تقريبا بارد، غيكون دافي. الا كان الماء سخون راه غيحرق لكم الخميره والخبز ما غاديش يخمر. كما قلت لكم الخبز ديال البلبوله وديال الدقيق الكامل راه عندي في القناه، فيت لي حطيته لكم. ويمكن لكم تعوضوا الدقيق الاصفر ولا الفينو، تعوضوا بالدقيق الكامل. صافي، هانتوما ملي كتعجن العجينه ديالكم راه ما كتبقاش تلصق، تولي بحال هكا. ملي ما كتبقاش تلصق كتعرفوا العجينه ما تعجنات. اللي ما عندها الماكينه راه كتعجن في الماكينه من طبيعه الحال. انا غندهنها بشويه ديال الزيت، وغادي نخليها واحد 5 دقائق فقط، ملي ترتاح غادي نقطعها. انا درت شويه الزيت في يدي، كنخليها نغطيها 5 دقائق على حسب لها. صافي،
صافي هنايا من بعد ما ارتاحت لي 5 دقائق هنا عندي شويه ديال الفينو، غادي نقطع الخبيزات ديالي. كنقطعهم على موين، ما صغار ما كبار. هانتوما كتشوفوا العجينه كيفاش دايره. هانتوما كدير فقاعات، يعني راه تدلكات مزيان الطريقه باش كنعجنوا بحال هكا، راه كتدلك مزيان حسن ما كتعركوها بحال هكا. هاد جاتني كبيره شويه، غادي نقصها صافي. غادي نحط عليها فرشه الزيت فاش كندير الخبز. كتقطعوا الخبز ديالكم على حسب الخبيزات اللي بغيتو، اللي عندها الفران ديال الزنقه راه كتقطع خبز كبير. احنا للاسف ما عندناش فران ديال الزنقه. صافي هنا ملي كنقطعو ما كنخليهمش مازال يخمروا، مباشره كنبدا نقرص في الاولى اللي بديت بها. هانتوما راه كلها كتولي فقاعات لان تعجنات. صافي انا غادي نكرصهم كاملين، هانتوما كتشوفوا الحجم ديالهم. كنخليهم شويه على وضعي. بالنسبه للعجينه البنات راه الا فوتت الحق ديالها في الخميره راه ما غاديش تطلع ليكم، خليوها 15 دقيقه الا بانت لكم العجينه تنفخات مباشره كطيبوها. الا خليتوها مده طويله غتخسر فيها الخميره ويرجع للخبز ديالكم يلصق. صافي انا راه كنرص الخبيزات، غادي نخليهم يخمروا. خرجت ليا كميراتكم ديال الدقيق، خرجت ليا 5 كبار و1 صغيره. صافي البنات هو الخبز خمر. باش كتعرفوا الخبز خمر باش كتحطوا يديكم بحال هكا وكيرجع يطلع، كتعرفوا الخبز ديالكم راه خمر، ما تخليهوش اكثر من هكاك. دابا غادي نسخنوا الفران، غادي نوريكم الفران ديالي فين كنطيب. المهم البنات هذا هو الفران، دابا غادي نشعل عليه. بالنسبه للخبز، الخبز كيبغي تشعلو الفوق والتحت والعافيه تكون مجهده لاقصى درجه في الفران. صافي انا شعلت العافيه التحت كما كتشوفوا، شعلتها على بوطه مجهده وشعلت حتى الفوق. بالنسبه اللي ما عندهاش الفران كيشعل الفوق والتحت، كتشعل غير التحت ولكن ما كتفوتش الخبز ديالها الفوق. واحد 5 دقائق كتتبقوا التحت. غنخلي دابا يسخن عاد غندير الخبز. صافي البنات هنا الفران راه سخون، غادي ندير دابا الخبز. انا البنات راه كندير غير تقيبه الوسط صافي، وكندير جوج خبزات هنا قاعده. صافي هنايا راه درت الخبز، راني سديت عليه. هانتوما راه سديت عليه العافيه الفوق والتحت، غنخليه حتى يتنفخ وغتشوفوا معايا من بعد. صافي هانتوما الخبز هو راه تنفخ، غنهبطو لتحت. صافي غادي نهبطو من تحت وغادي ندير وحدين اخرين الفوق. هانتوما راه تنفخات الخبزة، المهم تحمرات من الفوق، غادي نقلبها لتحت تحمر وكذلك
الاخرى هي تحمرات. صافا بنخليهم يطيبوا ونكمل بهذه الطريقه هذه. صافا البنات هانتوما هادو راه تحمروا. شوفوا الكاميرا ما كتبينش نتوما. هانتوما البنات هادو راه تحمروا، غنحيدهم نتمنى لان شويه الاضاءه انا ما كاينش، وفي نفس الوقت الاخرين الفوق راه تنفخوا، غادي نهبطهم لتحت. هانتوما الخبزات كيجيو زوينين بزاف. هانتوما الباق كيسخن وغادي نقطعو معاكم باش تشوفو الخبز كيجي خفيف